شرفت يا دكتور أنس. الله يخليك يا دكتور. أنت نويت تستقر في القاهرة إن شاء الله؟ آه إن شاء الله، أصل ما بقاش ليا حد خلاص. الله يرحم الجميع. ربنا يرحم. طب انا بقول نقرا الفاتحه بقى. يلا نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ضالين امين. خدي يا حبيبي. يلا البسها بقى الدبل. تفاصيل والخالي من الوجع تماثيل، فرقت متر من فدان اهو ابن الدار جوا حيطان. اقدار بتغير الاسرار من بيت لبيت، مشوار وانكتب ليلة مشينا فيه يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بيت هيتعى كل ده بالحرف، مش ورو انكتب لينا مشينا في يا دوب على الحرف، ولو رجع الزمن بينا هيتعى كل ده بالحرف. شكينا يا عمري من الايام، تعبنا يا دنيا من التخبيط. Thank you.
خلاص مبقاش فضيلك ولا فاضل الشغلانة. أو كلام كلام ابن عم حديد. والله أنا حاسس إنه مرقد لحاجة اليومين اللي جايين دول، بس أنا رفعت إيدي عنه. آه والله رفعت إيدي عنه عشان أنا مقدر ظروفه اللي بيمر بيها اليومين دول. أنا عارف يا أدهم عارف، بس خدها مني المرة دي، هو خلاص مش هيعود ناحيتك تاني. قادر يا جميل. كيتي ازيك يا معلم؟ انتهينا من بدري. بدري ايه؟ انا قربت اروح. معلم ادهم عرفك كيتي جميلة الجميلات هنا. القطة صح؟ سمعتك وسمعت صوت حلو قوي قوي قوي، نور الدنيا بحالها يا قطة. وربنا انتوا اللي منورين، ولا حاجة بتهون عليها في الدنيا غير قعدة المعلمين الكبار اللي زيكم. انت الكتكوت يا حبيبي. وانت هتقولي لي يا كيتي على قعدة المعلمين الكبارات؟ ازيك يا لمبوحة؟ امال فين الواد المناعكش بتاعك اللي اسمه صداع ده؟ جاي طبعا يا معلم. هو برضه يقدر يفوت قعدات ناس كبارات كده زيكم؟ ولا ايه يا كيتي؟ في احلى من كده؟ لا طبعا مفيش، والنعمة ماشية صح، عندها حق. ايه ده؟ هو انت هتجيب لنا صداع؟ طب امانة عليك لو جبت لنا صداع هتلنا معاه برجامة. سعيدك يا معلم. سعيدك يا عمين. انصاف سلامة بهدومك ولا ايه؟ ايه؟ جيب لك حاجة من الدولاب؟ ها؟ كسلت تقلع هدومك؟ انصاف 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 انصاف. انت يا وليه يا امي؟ انصاف انصاف. ايه ده؟ انت بتعيط؟ اول مره اشوفك بتعيط يعني. ايه للدرجه دي كنت بتحبها؟ طبعا مش مراتي. ايوه صح كانت مراتك صح، بس ما اعرفش ليه كده عندي احساس ان انت كان ليك دخل في موتها صح؟ ولا مالكش؟ اختشي على ذنبك عيب. حاضر حاضر انا هختشي، بس هختشي خالص. اصل انا الصراحه ما بقتش بأمنك. عارف ليه؟ عشان اللي يعمل كده في اولاد اخوه هيعمل في ابنه ايه؟ وحق حالة هجيبه لها منك عشان تبقى عارف. بس السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شد حيلك حبيبي. الله يخليك. شد حيلك حبيبي. الله يخليك يا معلم. شد حيلك اخويا كلنا. لا شد حيلك. شد حيلك اخويا. اتفضل يا معلم. شكر 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 جدا. شكر الله وسعيكم. غفر الله ذنبك. لا اله الا الله. كويس ان انت جيت يا معلم. انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع كده.
خير اللهم اجعله خير. لا خير خير ما تقلقش. انا اصلي سمعت على موضوع خسارتك الجامده والحديد اللي راح والضرايب. معلش كلنا لها، انت عارف هي الدنيا دي كده، يوم فوق ويوم تحت. طب يعني انت شايف ان ده وقت مناسب نتكلم فيه في حاجه زي دي؟ اجل الموضوع ده شويه، اجله. انا بالنسبه لي اي وقت ينفع يتعمل فيه اي حاجه، بس انا هسمع كلامك عشان خاطرك انت بس، هاجل الكلام في الموضوع ده. بس ما تنساش عشان انا عايزك في موضوع مهم جدا. ماشي يا اخويا. ماشي ماشي. يلا سلام، شد حيلك بقى. ها سلام، خلي بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. شد حيلك يا اخويا، ما تعملش في نفسك كده. شد بالله. ونعم بالله اخويا، ونعم بالله. عدوش ده ولا كده يا اب. معلش معلش معلش، عيال شباب وطايش بقى. انما هي ماتت ازاي؟ نزيف في المخ، رجعت من بره، اعتبر بيها سرير لا حس ولا خبر. لا حول ولا قوة الا بالله. شد حيلك بقى، امسك نفسك. مشكلة صحتك الدنيا يا اخويا، شد حيلك. مساء الخير يا مدام. مساء الخير يا كيت. هو ده سارينا اللي كلمتك عنه، مدام نهوان. اهلا يا سارينا، اشتغلت فين قبل كده يا سارينا؟ لا حضرتك، انا في كلية هندسة. هندسة؟ اه ده على اساس ان احنا في شركتنا اولاد يا كيتي ولا ايه؟ لا انا قصدي اشتغلت في كباريهات فين يا سارينا قبل كده؟ لا مدام ما تخافيش، دايس لك في الحديد دوت صايع، وبعدين بقى ده على ضمانتي. ماشي، بس اهم حاجة بقى ما يقفلكيش نضرجي زي ما اشرف كده عامل عندي مع لمبوح. لا مدام، انا قلت لك سارينا ده زي اخويا، وانا مش زي لمبوح. ماشي، لو كان كده يبقى يجي. يبقى ايه في حياتك يا حي؟ حياتك الباقي انت عامله ايه دلوقتي؟ اهو الحمد لله دراعي بيتحسن. المهم انت تشد حيلك. اشد حيلي؟ هو هتكوني متصوره ان انا متضايق وحزين وبعيط والجو ده؟ تبقي عبيطه مش عارفاني خالص. انا ولا فارق معايا اي حاجه من اللي حصلت. طول عمري كنت عايش بكرههم من غير سبب واضح يقنعني، وفجأة أعرف كل اللي عملوه ده لحد ما أصبهم عليكي. دلوقتي أنا بقيت بكرههم وأنا عندي سبب واضح يخليني أكرههم وأنا مرتاح. أنا عادي جدا على فكرة. طيب خلينا نعدي اليومين دول لغاية أما الأمور ترجع لطبيعتها. إحنا برضو لازم نحترم الظرف اللي حصل. أنا عارف إن أنت مش طايق مجدي ولا طايق تشوف وشه، وإنك عايز ترجع لي حقي بسرعة. صدقني يا يحيى، صدقني كل شيء بوقته. بالعكس بقى، ده أنسب وقت نعمل فيه اللي احنا عاوزينه، حالا ما تلاقيش من أي حاجة. سيبي الموضوع ده عليا ومالكيش دعوة. أهم حاجة دلوقتي إنك أنت لازم تروحي الحبيبة، خليكي جنبها اليومين اللي جايين دول. محدش عارف مجدي ممكن يعمل إيه تاني. يا صباح الفل يا معلم ادهم. صباح الخير يا معلم يحيى. خير، عايز ايه؟ ايه رايك بقى في المكان الجميل ده؟ في الهواء الطلق. نبعد بقى عن جو السبتيه وصبياني وصبيانك. حد يسمع كلمه كده يسمع كلمه كده مش حلوه في حقك. انت جايبني هنا تشمني هوا؟ حد قالك ان انا عايز اتفسح؟ ده انا بفلس بفلس، مش بعيد اتسجن بسبب الديون اللي عليا. يلا يلا عشان تتبسط وتفرح
وقلبك ايه يفرفر كده من جنابك من السعادة؟ استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من كلامك يا اخي. اوعى تكون فاكر عشان احنا بنتعارك وبنقف لبعض زي الديوك في المزادات ان انا هنسى انك انت واحد من الناس اللي شربوني الشغلانة. ومهما حصل ما بيننا يا معلم ادهم، عمري ما اتمنى لك الاذية ابدا. انت فاهم غلط. تعزيه بالظبط، هات من الاخر. انا عاوز اقف جنبك عشان اوريك ان ابن امبارح لما بيستجدع بيعمل ايه. ايه هتسلفني؟ مش هسلف، ولو هسلف مش هسلف منك انت بالذات. اه ماشي، ولا مش هسلفك. انا عاوز ارجع لك اسمك في السوق زي الاول واحسن شويه كمان. ايه رايك؟ ازاي؟ لا ازاي دي بتاعت انا بقى. بس اول حاجه تعملها انك ترجع عم عثمان الشغل معاك، هو مالكش دعوه بمصاريفه، مصاريفه كلها عليا. اتفضل يا سيدي، هتاكل الاكل ده كله. احبش اعمل اكل ويترمي، حرام. وبعدين بقى انا تعبت وتعبي ما يروحش على الارض. يا بنتي تبحسساني ان انا عايش في دار المسلمين، ما براحتي اكل ولا ما اكلش. طب يا اخويا خلاص براحتك عن اذنك. استني استني بس، تعالي اقعدي اقعدي كلي معايا يلا. لا متشكرين، سبقتك. انا من ساعه ما مراتي ماتت وانت بتيجي بتاخدي بالك مني، ما بترضيش تاخدي مني فلوس ولا بتقولي لي انت عايزه ايه. مش عايزه حاجه، عاوزه يعني. انا بس شايله في رقبتي جميل ناحيتك. يعني جميل؟ جميل ايه؟ واحنا في بالنا جمايل يا باشا. ده انت مغرقني بجمايلك من ساعه ما كنت بتيجي الكباريه. وبعدين انت غير كل الناس، كنت دايما بتكلمني كلام حلو، والكلام الحلو ده دم في رقبتي ما انساهوش ابدا. ايوه بس يا كيتي ده كتير، وانا مش هعرف ارد اللي انت بتعمليه ده. وانا مش عايزاك ترد، بس الصراحه انا كنت بعتبرك زيك زي اي واحد من اللي بيجوا الكباريه، اي عبايه ماشيه بفلوس وخلاص. بس كلامك الحلو ليا خلاني احس كده ان انت غير اي حد الصراحه. وبعدين بقى انت ظهرت بعد ما كل اللي في حياتي متخلوا عني. مش تعرف انا اول ما عرفتك سالتك عن اهلك ما رضيتيش تقولي لي، وبعد كده كل ما اسالك تتحججي انك مش عايزه توجعي دماغي وعشان ما افهمش انك يعني عندك مشاكل حاجه كده يعني، مش كده؟ وانت لسه مصمم تعرف؟ اه مصمم اعرف. صراحة يا باشا انا يتيمة، يعني اتربيت في كام بيت كده كانوا بيرعوني وياخدوا بالهم مني، بس زهقوا بقى. الدكتورة نعمة سافرت بره مصر، والأبلة منال بنتها كانت بتكرهني قوي، على طول كنا نتعارك مع بعض. فهي طبعا فضلت مصلحة بنتها واختارت بنتها. بنتها برضك عندها حق. وبعدين بقى انت ما اتضايقتش يعني لما خدت بالي منك؟ طيب ما خفتيش؟ ما خفتيش ابص لك بصه وحشه مثلا؟ طب ما انت كنت بتبص لي بصه وحشه، وعلى طول كنت بتبص لي بصه شمال وانا عارفه. ايوه يعني، واي راجل بيتعرف على واحده من الكباريه لازم هبص لها كده. لا بس انا مش اي واحده، انا مش كده خد بالك. ده اللي عاجبني فيكي، انك لا كده ولا كده. اللي لازم تعرفه يا باشا ان احنا الاتنين بنتنشا على حد ياخد باله مننا. ايوه بس انا لسه ما عجزتش يعني، عشان تكوني فاهمه ان انا عجزت. لا العفو، انا يا سيدي اللي عجزت وعايزه اتعكز عليك كمان. بتبص لي كده ليه؟ تعرفي يا كيتي، مراتي الله يرحمها كنت متاكد انها بتحبني، لكن عمرها ما كلمتني بالطريقه الحلوه دي. يا اخويا الله يرحمها ويرحمنا، ما الرحمه تجوز على الحي وعلى الميت. كل كل انت معايا عشان تفتحي نفسي. يلا امسكي امسكي، ما تقوليش انك كلتي قبل كده. يلا كل الاكل كله، مش هرمي منه حاجه. ماشي. انا برضه بعد كل ده ما فهمتش انت عايز ايه بالظبط.
هو ايه اللي مش مفهوم؟ شحنه وهتيجي، انا اللي هشيلها وانت اللي هتستلمها، كانك انت اللي شاريها بالظبط. ولما تبيعها وتصرفها وتاخد فلوسها وتحطها جوه جيبك وتتاكد ان انا ما بشتغلكش، يبقى ساعتها يا سيدي نفذ اللي انا طلبته منك. ايه بقى اللي مش مفهوم؟ طب وابوك؟ ابويا ايه؟ ابويا ده تنساه خالص، هو اساسا قاطع رجله من الشغل ومن الوكاله تماما، لسه مصدوم بقى في صدمه انصاف. بس الحكايه دي بقى لها 3 شهور دلوقتي يا سيدي. هو كيفه كده؟ هتخش له جوه كيفه؟ بقولك يا ادم اسمعني كويس قوي، انا الكبير دلوقتي، مفيش كبير تاني. بص هو انا مش عاوز ابان ان انا بستغلك يعني، بس انا لو مكانك هوافق عشان ما قداميش طريق تاني. صح؟ يعني انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تحط ايدك في ايدي ونقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه على الجدعنه اللي هتبتدي من النهارده. ماشي؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رضيتش تستلم نتيجة التحاليل ليه يا دكتور؟ عشان خايف يا إكرام، ممكن ألاقي نتيجة إن حالتي ما تتحسنش. كنت فاكراك مؤمن بربنا أكتر من كده. ونعم بالله يا إكرام، بس أنت عارفة أنا جالي كام جلطة في الجلسات اللي فاتت دي، ولسه كام جلسة كمان وشعري هيقع. بعد الشر عليك يا دكتور. امسك. ازاي دي بقى بتاعت ربنا؟ الدكتور نفسه ما كانش مصدق نتيجة التحاليل، عادها 3 مرات، بيقول عمره ما شاف مريض حالته بتتقدم بسرعة كده. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. مش عارف اقول ايه. ما تقولش حاجة يا دكتور، احمد ربنا وافرح باللي انت فيه. خلاص دي كلها 3-4 جلسات، تقضيهم بالطول ولا بالعرض؟ مش معقولة يا عمو، انا حاسس ان انا بحلم يا اكرام. افتكرت ان ليك اب وجاي تسال عليه؟ يا سلام. طب ما انا طول عمري عايش لوحدي، عمرك ما جيت تسال عليا الا لو في مشكله في الشغل بس، صح؟ انا عمري ما حسيت ان لوحدي زي اليومين دول، انا محتاج حد من ظهري يقعد معايا. يحيى انا ما كانش ليا غير انصاف وانت. بتيجي يا ابني تعيش معايا هنا؟ ما بلاش بق الحنية اللي عمال يدلدق من شفايفك ده. زمان كان ينفع، دلوقتي ما ياكلش. أنا كنت فاكرك هتيجي تاخدنا بالحضن وتقول لي يابا أنا محتاج لك. محتاج لك؟ الحمد لله والشكر لله، أنا طول عمري كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ما يحوجنيش ليك أنت بالذات، والحمد لله استجاب لدعايا. انت شكلك لسه بتتعاطى الترامادول الهباب ده، لما تفوق وتبطل الترامادول ده يبقى تعالى نتكلم. سلامة الشوف يا حاج، انا مبطل ترامادول بقالي 3 شهور، يعني فايق لك. انت عايز ايه؟ عايز حق الغلبانه اللي انت اكلته عليها. انا ما حدش ليه عندي حاجه، واللي انت بتقول عليها غلبانه دي هي السبب في موت امك. اولا السبب في موت امي كان انت،
مش حلا. بقول لك ايه، لو الدنيا دي كلها صدقت انها وقعت فاتخبطت في دماغها فماتت، انا بقى مش هصدق. انت بس تلاقي قلبك كلك على الفلوس اللي كانت هتديها لحلا فخلصت منها. انا مش فاضل وجع الدماغ بتاعك ده. ماشي ماشي يا حاج، انا بس جاي ابلغك ان انا وحلا هنتجوز بعد كام يوم، وساعتها انا اللي هجيب لها حقها منك مش هي. اذا كان موضوع الجواز اللي انت بتقول عليه ده حاتله بيه دراعي، انا ما حالتش بيه دراعي. ما دراعك في جسمك اهو يا عم، مالك؟ انا مش عارف تطلع تنبل لمين. دي كانت عايزه توقعك، بتشتغلك عشان تنصب عليك. قصدك عشان تاخد فلوسها اللي انت سرقتها منها. وعموما انا سامحتها وحبيتها وهتجوزها وهديها حقها. فاكر الشيك اللي انت ما خليتهاش تصرفه؟ انا بقى هعوضها عن كل اللي فات بارادتك او غصب عنك يا مجدي. بس كنت فاكر انك جاي تهددني وتغيظني بما سألت الجواز دي. انا ما بتهددش ولا ما بهددش، انا بتكلم بجد. يلا سلام. ايه يا اخويا بقى اللي موقفك كده؟ بس انا مش فاهم انت هتستفادي ايه من راجل الكهنة اللي اسمه مجدي ده. حرام عليك يا اخي، ما تقولش عليه كده، ده عنده حالة وفاة. يا قلب امك، اوعى يا بنت تكوني ناوية على جوازة. لو ناوية بقى انا قدامك. ها ليه غاوية شقة؟ حد قالك غاوية شقة؟ انا بهزر يعني يا كيتي. واضح يعني ان انت فعلا ناوية على الجوازة بجد. يا ريت يا اخويا، وانا طول كتخيب. بس الصراحة هو لسه ما فتحنيش في موضوع الجواز ده. هو ماشي يا كيتي، واضح يعني ان انت ما بتعمليش حاجة لله في لله. ما تتلم يا سلينة وتختشي على دمك. انا مش راضي على اللي انت بتعمليه ده يا كيتي. وانا مستنية رأيك، لو انت مين اصلا عشان ترضى ولا ما ترضاش. لا انا ولا حاجة. ان شاء الله ربنا مش هينولك اللي في بالك. كتك ده يبوزك يا بوز الاخس. على فكرة انا قلت لمجدي ان احنا خلاص هنتجوز، ما كانش مصدقني، كان فاكرني بضحك عليه وبشتغله. بس خلاص هانت، كلها الاسبوع ده بالكتير، ونحطه قدام الامر الواقع. الاسبوع ده؟ اه الاسبوع ده. انا مش شايف اي داعي ان احنا نأجل اكتر من كده. ولا انت بقى رجعتي في كلامك ولا ايه؟ رجعت في كلامي ايه؟ بالعكس، انا عمري ما كنت عايزة الموضوع ده يتم اكتر من دلوقتي. خلاص يبقى على بركة الله، قريب قوي نخلص كل حاجة ونتممها بإذن الله. ماشي، ربنا يستر. مالك يا لولو، خايفة من ايه؟ خايفة من مجدي يا يحيى، خايفة من اللي ممكن يعمله. بصراحة أنا خايفة عليك. بتلاقيش ولا هيقدر يعمل أي حاجة، طمني خالص. اهلا يا باشا. اهلا. ازيك؟ يا اهلا يا اهلا، منورنا يا باشا. عامل ايه؟ ازيك يا هون؟ الحمد لله زي الفل. ايه كنتي مش موجوده ولا ايه؟ ولو مش موجود دي لو جوه شقه تعبانه اجيبها لك على طول. ثواني وتبقى عندك. سارينا، هاي
بقول لك ايه، عايزك تروح لكيتي وتقول لها الباشا وصل وبيسال عليها، وفي ثواني الاقيها عندي. يلا يلا انت هتصورنا. يلا ثواني يا باشا وكيتي هتبقى عندي. يلا على اذنك. دي لهنا، وانا اقول الدنيا منوره ليه؟ اهلا اهلا كتكوت، ربنا منور المكان. اسمع بقى اما اقول، مش هتشرب حاجه النبادي عشان ما تتدهملش زي كل مره، واقعد انا بقى بيه. انا لا جاي اشرب ولا جاي اتضايق، هما كلمتين جاي لهم. اتفضل قول الكلمتين. شوفي انا ما لقيتش حد يهتم بيا زي ما انت اهتميتي بيا. الحقيقة أنا فكرت في كلامك بتاع الصبح، لقيت مفيش غير حل واحد، يمكن يبقى في جنون في اللي هقوله، بس مصلحتنا واحدة، والحقيقة إحنا محتاجين لبعض. وربنا ما فاهم ولا كلمة، ما تيجي معايا دغري. وربنا أنا كمان ما أنا فاهم حاجة، تتجوزيني يا كيتي. الذنب اللي اتغفر هو اللي فضل.